مرفوع لك يا حكومه واش عمرك سمعتي شي نهضره يديه ديالها ترس هاد شي حاجه كان شي دم كانت ما كانش الله الشعب المغربي عنده العقل يفهم يبغيش يخرب الدول ديالك على هذه القصه ديال 20 فبراير اللي كنعيشوها معكم في هذه اللحظه. وحنا يا سنويا منذ 2011 وحنا كنحيوا هذه الذكرى هذه، كنوقفوا هنايا وكنجيو باش نقولوا ان حركه 20 فبراير ما ماتتش، مازال حيه والمطالب ديالها مازال مطروحه، رغم اننا في البدايه ديالها كانت استجابه من طرف القاصر حيث حل الحكومه وحل البرلمان وكان انتخابات سابقه لاوانها وكان برلمان وكان تعديل ديال الدستور. حنا ولينا كنحسوا بان المغرب فعلا دار واحد الخطوه هي الاولى، خطوه خبطيئه الا انها كانت خطوه مهمه في الانتقال الديمقراطي، لان ما شنو اللي حصل عندنا حنا في المغرب؟ الحاجه اللي ما تحققاتش نهائيا هو شدنا الاستقلال ديالنا في 56، ولكن الحركه السياسيه كلها ما حققتش المغاربه الديمقراطيه، ما انتقلناش للديمقراطيه، بقينا دائما في الاستبداد المطلق. وبالتالي على ان هذاك الاحساس اللي حسينا به اثناء حركه 20 بدايه ديال حركه 20 فبراير، قلنا فعلا ان المغرب الحكام ديالنا فهموا على ان المغاربه راه خصهم يعيشوا بالديمقراطيه، وان ما معنى المغاربه يعيشوا بالديمقراطيه؟ هو ان المواطن يولي مسؤول على الاختيارات ديالو، يولي مسؤول وكيتحاسب، لانه حتى في الانتخابات النهار اللي غيصوت خصو يقول انا علاه ما غنصوتش، ويختار تكون عندنا الشعب المغربي، يولي مجموعه من التيارات الفكريه والتيارات السياسيه اللي كتعرف تختار، لان ما يمكنش الجاهل يختار، الام يختار، لان صعيبه عليه. واش كتعرفوا اخ النوش؟ كتعرفوا اخ النوش؟ اخ النوش علي بابا، اخ النوش علي بابا، علي بابا بالكرافطه، علي بابا بالكرافطه، علي بابا والاربعين، علي بابا والاربعين، والاربعين حرامي. قلنا حنايا خص المواطن يتحمل مسؤوليته وربط المسؤوليه بالمحاسبه، يعني اي مسؤول في المغرب كيسير قطاع معين خصنا نحاسبوه على الاخطاء ديالو. ها هما الان ما قدرنا نحاسبو حتى حد، شي ما كاين، ها الشفاره موجوده، السرقه موجوده، النهب، ولكن حتى واحد ما يقدر يحاسب حتى واحد. انتم شفتوا مثلا لغطينا المثال ديال البرلمان، وهو محكوم باربع سنين وقوف التنفيذ، وبشاك عاطي شاك ومسألة ديال الشرف انك تعطي شاك بدون رصيد، عيب عيب. بالاضافه على انه خرجت معلومات جديده واكيده ان الفيفا كانت عطات 3 مليار و200 مليون للفريق ديال الرجاء، تبخرت 81 شهر ما كيهضر معاه، اذا ما كاينش المحاسبه. حنا بغينا الدوله تكون فيها المحاسبه، المسؤول اللي غيتجرأ انه يطلب المسؤوليه، انه يدوز المسؤوليه، خصو يخاف من المحاسبه ديال الشعب، المحاسبه ديال القانون. الان عندنا تعطيل ديال الدستور وتعطيل ديال القوانين بواحد الشكل خطير جدا، كما لو اننا لسنا بدوله. زاد شو مجموعه ديال الجرائم الاقتصاديه والجرائم الاجتماعيه ترتكب حق المواطنين، وحتى واحد ما كيحرك حتى شي حاجه، ولا عندنا واحد الطبقه كتحكمنا سوسون ديزان تو شاب، ما ولا ما عرفناش حنا بقا تنحاسبو. كنا كنتكاو من السرقه ديال الملايين، ولا كنفهموا الملايير، دابا كنسمعوا الملايير كتشفر، الملايير كتشفر، والشعب المغربي كيوصل لهذه الدرجه هذه، حيث ان الثلثين ديال المغاربه في حاجه الى دعم، في حاجه الى دعم. وشكون اللي فضحهم؟ فضحهم ديك 800 درهم ديال كوفيد اللي مشاو كيحصيو، لقاو 26 مليون ديال المغاربه محتاجين 800 درهم، 26 مليون ديال المغاربه محتاجين 800 درهم، بمعنى 26 مليون فقير واكثر من الثلثين هما ما حسوش بها حتى خرجات في الاخر، خرجوا قالوا صافي ما بقاش عطينا 800 درهم، ما بقيناش قادين، الدوله ما قاداش، ولكن قادة تعطي 200,000 سميتو 2000 طن ديال الفوسفات لدولة غنية في افريقيا، غنية، يعني تعرفوا ان الكابون تالي الدولة اغنى دولة في افريقيا، قلنا نعاونوا كندا ونعاونوا كذا، حنا محتاجين، حنا عندنا الخيرات اللي ما عند حد، ماشي تحديد دينا، عيب ان المغربي عنده هذا الخير كله وما يستافدش منه. هاد الذكرى هذه اليوم كنحتفلوا بها في سياق غريب جدا، في سياق على ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي ديال المواطنين في 2011 كان احسن من دابا، خصنا نكونوا احسن من 2011. هذا دابا ولينا هنا، دابا الشعب المغربي يعاني، ما تيعانيش غير من الاكل بوحدو، هي الاكل هذاك حشومه كاع الواحد يقولها، ولكن تيعاني كذلك من الاذلال،
حتى واحد كيسمع له، حتى واحد كيديها فيه، حتى واحد ما كيسمع الشكايه ديالو، حتى واحد ما كينتبه ليه. على الشينا وحد الشينا، على الشينا وحد الشينا، المعيشة غالية علينا، المعيشة غالية علينا، على الشينا وحد الشينا، على الشينا وحد الشينا، المعيشة غالية علينا، المعيشة غالية علينا، الماء والضو غالي علينا، الماء والضو غالي علينا. المعتقلين السياسيين اللي كنعرف انا الحاله ديال عمر اللي عندي فكره عندي تندورو وتهضر معايا في التليفون الى اخره، باقي المعتقلين اخبار ديالهم قليله وداك الشيء. عمر بخير عليه كيدوز السجن ديالو بصبرين زعما وبصمود كبير جدا، وعارف علاش هو مشدود الى اخره، عارف مزيان، وهذا اللي كيعاونو باش يفهم على ان الدوله المغربيه دخلت الان واحد الاستبداد كبير بزاف، وانها مابقات تسمع حتى لحد ما غايديروا فينا ما بغاو. نسولك شويه على يعني الحضور، كنشوفوا بان الذكرى ديال 20 فبراير في النسخ يعني السابقه ديالتها في سنوات في الذكريات السابقه ديالها كان واحد الحضور كبير، ويعني وفود كبيره كانت كتتجمر هنا في الساحات. اليوم كيبان لي واحد الحضور. خصك تعرف واحد القضيه نفسيه عن الجماهير، شنو هي مثلا ملي كتخرج وكتاكل العصا وكتشد الحبس والى اخره وكتخرج كل حد وفي الاخر ما كتحقق والو، ما كتحققش، ولا الشعب المغربي ولات المقاومه ديالو ولا يلا يديروا فينا ما يبغاو، صافي حنا عيينا، حنا ما يمكنش. وبالتالي هذه الوقفه هذه انا كنعتبرها ناجحه جدا، لان الحضور كنعتبره انا محترم بالنسبه للمناسبات السابقه. علاش؟ لانه كاين فعلا سبق حركه 20 فبراير، دابا سبقها المواطنين العاديين تيهضروا على الظروف ديالهم المعيشيه. هما سبق يعني الناس خرجوا هضروا، وحنا كنعتبروا نفسنا ان الشعب المغربي ولو عبر وسائل الاعلام ديال التواصليه دابا كنعتبروها دار ثوره بهذه الوسائل، ما نضحكوش على هذه الوسائل، هذه الوسائل مهمه جدا لان عرات النظام وعرات هذا الوضع هذا وحيدات الخوف. وكنعتبروا حنايا حنا الشعب المغربي فايق وعارف نفسه، خصهم ما يفهموا راسهم، راس الشعب المغربي عنده العقل كيفهم، ما كيبغيش يخرب البلاد، هما اللي كيخربوها. واش غيدفعوا الشعب المغربي انه يحرق؟ ما يمكنش. حنا الشعب المغربي شعب كيبغي بلاده، ما يبغيش يهرس، ما يبغيش. شوف حنا خرجنا، واش عمرك سمعتي في 20 فبراير البدايات ديالها تهرس هاد شي حاجه؟ كان شي دم؟ كانت ما كانش. وبالتالي ان هذه صوره ايجابيه ديال الشعب المغربي، صوره وطنيه، كنعتبروا ان الشعب المغربي مواطن وطنيين اكثر من الحكام. كيف تعيش يا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟ المعيشه دارت جنحين، المعيشه دارت جنحين، الماء والضوء دار جنحين، الماء والضوء دار جنحين. وكيف تعيش يا مسكين؟ وكيف تعيش يا مسكين؟ المعيشه دارت جنحين، المعيشه دارت جنحين. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.